استقبل الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة اللورد البريطاني ألكسندر تشارلز أندوفر مالك شركة سويتش العالمية. وناقش رائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع اللورد أندوفر الحديث حول المعرض والمؤتمر الدولي للدفاع، منويا سموه أن هذا المعرض يمنح الجميع فرصة الاطلاع على أحدث الوسائل الدفاعية والتعرف على آخر ما وصلت إليه من مجال العسكري من تطور في هذا الجانب. من جانبه أكد مالك شركة سويتش العالمية أن المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للدفاع يؤكد حرص بلاده الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق مع البلدان الصديقة وبخاصة مملكة البحرين، مشيدا بالتنظيم الكبير الذي شهده هذا المعرض الذي يعكس اهتمام البحرين على إبراز هذا الحدث الكبير.